هنفهم الكهربية طبعا هنرسم ديت ايه، دي عبارة عن بطارية، طبعا البطارية لها قطب موجب قطب سالب في التيار المستمر، طبعا مفتاح عشان نفتح ونقفل الدايرة، نوصل الدائرة بأسلاك توصيل معدنية موصلة بالشكل ده كده، ونوصل الجهاز اللي هنشغل فيه المقاومة اللي هنشغل فيه الدائرة. قد يكون الجهاز ده هنعبر عنه طبعا برمز بمقاومة، مقاومة R. نقصد بالمقاومة ديت الجهاز اللي هنشغله اللي هو قد يكون مصباح كهربي، مروحة، أي جهاز كهربي. طبعا كنا عارفين يعني ايه تيار كهربي، طول ما الدايره مفتوحه مفيش تيار، اول ما نقفل الدايره بيتكون تيار كهربي. يعني ايه تيار كهربي؟ يعني فيض او سيل من الشحنات التي تسري في موصل. الشحنات اصلا في الاسلاك، يبقى البطاريه ده هي فايدتها ايه؟ انها ليست مصدر للشحنات ولكن مصدر للطاقه الكهربيه. يعني ايه مصدر الطاقه الكهربيه؟ يعني تعطي طاقه كهربيه، تدي قوه دفع للشحنات، تكسبها طاقة حركية لتذهب إلى الجهاز. الجهاز ده هو طبعا إذا كان مروحة مثلا هتحول هذه الطاقة إلى طاقة حركية، إذا كان مصباح تحول إلى طاقة إيه؟ ضوئية بهذا الشكل. إذا البطارية ما هي إلا مصدر للطاقة، يبقى هنسميها في الحالة ديت القوة الدافعة الكهربية البطارية، القوة الدافعة الكهربية البطارية، قوة الدفع الكهربية البطارية أو المولد، بنسميها إلكترو ماتيف فورس، أو بنسميها الفي باتري، يعني فرق الجهد بين طرفي البطارية. طبعا البطارية احنا اتفقنا إن هي مصدر للطاقة أو تعطي شغل، فنقدر نقول هو الشغل المبذول، الشغل المبذول لنقل مين؟ يبقى لنقل كمية من الكهربية وليكن كيو. يبقى في الحالة دي احنا اتفقنا متى القوة الدافعة تساوي الشغل المبذول؟ عندما يكون كمية الكهربية واحد ايه؟ واحد كولو. اذا لما نيجي نقول ايه هي القوة الدافعة، هو الشغل الكل المبذول، هو الشغل الكل المبذول لنقل كمية الكهربية مقدارها كولوم في الدائرة كلها. تيجي الالكترونات محمله بالطاقه، فهنا ممكن تتحول على حسب الجهاز، فيبقى هنا ده جهد موجب، يبقى هنا جهد اعلى، النقطه دي جهدها اعلى لانها تتصل بالقطب الموجب، والنقطه دي جهدها اقل تتصل بالقطب السالب، فينشا حاجه اسمها فرق جهد. فرق الجهد دهوت هنسميه في، فرق الجهد بين نقطتين، فرق الجهد بين نقطتين ايا كان هذه النقطتين هنا الموجبه والسالبه او A وB الى اخره. نفس الطريقه علشان الالكترونات تقدر تعبر هذه الممانعه هذه المقاومه ايضا لازم يبقى في جهد اعلى وجهد اقل عشان يبقى في شغل مبذول. يبقى نقدر نقول هنا هو الشغل المبذول لنقل نفس الكميه ده كيو، كميه الكهربيه اللي هي 1 كولوم بس بين نقطتين. يبقى لما نيجي نقول متى فرق الجهد زي الشغل، لما تكون الكمية واحد ايه كولو. اذا طريقة التعريف نجيبها ازاي؟ هنقول ايه هو فرق الجهد؟ هنقول هو الشغل المبذول، هو الشغل المبذول، هو الشغل المبذول لنقل، الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية، لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم، 1 كولوم بين النقطتين. لكن تعال نشوف العبء الاكبر على مين؟ على البطاريه. فالبطاريه هي اللي بتدي القوه الدافعه للدايره كلها، فنقول هو الشغل الكلي. في الحاله دي نقول عليها هو الشغل الكلي، هو الشغل الكلي المبذول
لنقل كمية برضو كهربية، لنقل كمية كهربية مقدارها كام؟ نفس الطريقة، واحد ايكول هو الشغل المبذول، كمية من الكهربية مقدارها واحد كولوم، بس ايه في الدائرة كلها، في الدائرة كلها، سواء الداخلية اللي هي سواء الداخلية أو الخارجية كلها. طيب لما نيجي نقول بقى في السؤال ما هي وحدات القياس؟ بعض من القانون فرق الجهد فولت، أو نقول عليها جول على الكول. يبقى جاء القانون دي بالجول ودي بالكولوم، يبقى فولت. نفس الطريقة جول على الكولوم، جول على الكولوم أو تكافئ فولت. طيب جهاز القياس، جهاز القياس نقدر نقول عليه طبعا فرق الجهد بالفولت، يبقى جهاز نسميه فولتميتر، فولتميتر، ونعبر عنه بدايرة وفيها حرف الفي كده. سواء فرق الجهد بين نقطتين، سواء فرق الجهد بين نقطتين، أو فرق الجهد بين طرف البطارية. فإذا وصلنا الفولتميتر كده بين طرفي المقاومة هنسمي ده بيقيس فرق الجهد بين نقطتين أو بين طرفي المقاومة، بينما لو وصلنا الفولتميتر هنا هنسميه، وصلنا الفولتميتر هنا هنسميه فرق الجهد، بيقيس فرق الجهد بين طرفي، بين طرفي مين؟ بين طرفي البطارية. بيوصل طبعا على التوازي، بيوصل على التوازي بين طرفي النقطتين او البطارية. تعال نشوف هنقدر، احنا قلنا اذا احنا عرفنا ان في يعني فرق الجهد بين نقطتين، في فرق الجهد بين نقطتين بتساوي ايه؟ الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كولوم بين نقطتين. فممكن من هذا القانون نطلع مثلا ما معنى قولنا، ما معنى قولنا، ما معنى قولنا أن فرق الجهد، فرق الجهد بين نقطتين 220 فولت، او جهاز مكتوب عليه 220 فولت. ايه معنى الكلام ده؟ هنيجي نطبق. بما ان الفي بتساوي كيو، بتساوي الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كله، يبقى متى الفي تساوي الدبليو؟ احنا قلنا فرق الجهد 220 فولت، يبقى ديت 220 فولت، يبقى لازم تكون ديت 220 جول، ولما يكون دي واحد ايه كول. دايما الطرفين يساوي بعض، اذا فرق الجهد ساوي الشغل معناها ان كمية الكهربية كول. اذا الطريقة دي تعرفهم ايه؟ ما معنى قولنا ان فرق الجهد بين نقطتين 220، اي ان الاجابة، اي ان الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كولوم تساوي 220 ايه جول. اي ان الشغل المبذول، اي ان الشغل المبذول لنقل مين؟ لنقل كمية من الكهربية مقدارها واحد كولوم تساوي كام؟ 220 جول. اي ان الشغل المبذول، لأن الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها واحد كولوم تساوي 220 جول. نقدر ندي تعريف برضو
الفولت من هنا. الفولت طريقة تعريف الفولت ايه؟ هنقول الفولت هو فرق جهد، بس لما يكون الشغل كام؟ 1 جول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم. تاني يبقى طريقة تعريف الفولت نجيب على طول نقل. الفولت هو فرق جهد، الفولت هو فرق جهد عندما يبذل الشغل مقداره كام؟ 1 جول لنقل كمية كهربية مقدارها كولوم. لو خدنا مثال كده سريع، كان جه قبل كده في امتحانات سابقة، ما مثلا ما معنى قولنا، ما معنى قولنا أن الشغل المبذول لنقل 20 كولوم هو 100 جول؟ هتلاحظ نقدر ازاي نترجم الشغل المبذول 20 كولوم. الكولوم يعني كيو، كمية كهربية، والجول يعني شحنة. يبقى ايه اللي يفكرك بايه؟ عندك شغل وعندك كمية كهربية، على طول يفكرك بمين؟ بفرق الجهد. الشغل المبذول الشغل وكمية الكهربية. فمن نتذكر التعريف فرق الجهد هو الشغل. تعال نعوض. طبعا هو ما رتبش هنا، قال ان ايه؟ ان دي 20 كولوم، يعني انا ذاكر ان الشحنة 20 كولوم والشغل كام؟ 100. لو جينا نقسم يبقى الفي بتساوي كام؟ 5 فولت. الاجابة اي ان فرق الجهد اي ان فرق الجهد 5 فولت.